السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة مصطفى باس، القناة اللي تتم بكل جديد يتعلق بالتعليم. لكن انت ما كتفرج شي مسج دير ابوني، تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، دير جيم وشي كومونتير. كان عندك سؤال خليه تحت في كومونتير بالاكيد نجاوبك. المهم ما نطولش عليكم، لا على بركة الله. فوالا اخوان، هذا اول فيديو بعد واحد انقطاع مناسبة اقتراب مباراة التعليم. ابدا سلسلة فيديوهات ان شاء الله، اللي باقي اي حاجه باقي ما شرحتهاش في لاشين غنكملها ان شاء الله كامله من هنا الوقت اللي غيجي فيه مباراه التعليم. داكشي علاش الا كانت اول مره كتفرج فيا تنساش دير ابوني وتفعل الجرس باش فين ما نلوح شي فيديو جديد ان شاء الله يوصلك. المهم ما نطولش لكم، نبداو على بركه الله. فوالا الاخوان، كما تشوفوا بالنسبه للحلقه ديالنا اليوم غندويو على لي ديفيرونت فامي دي زابي اس ولا دو سبور. علاش قررت ندوي على هذا الموضوع؟ اغلبيه يبان لهم هذا الموضوع تافه ولكن مهم ومهم جدا. علاش قررت ندوي عليه قبل ما نبداو في الاناليز اي تريتمون داكشيك؟ حيت غنحتاجوه. كيفاش غنحتاجوه؟ هادشي اللي غنعرفو في هذه الحلقه. مهم، بالنسبه للسبور سواء تكون فرديه او جماعيه، لي سبور تكونوا اما فرديين او جماعيين، وهادو من الاسئله اللي تحطو في الامتحان. بالنسبه للسبور انديفيديال هما رياضات اللي تكون فيهم فرد واحد وفاش تيربح داك الفرد تتسمى مثلا روجر فيدرير دا البطولة فلان فلانية، ما تتسمعش. على عكس رياضة الجماعية اللي تكون تتسمع مثلا ريال مدريد هي اللي دات تشامبيونز ليغ مثلا. اذا الفرق بين سبور كوليكتيف انديفيديال واللي باين بزاف هو ان الرياضات فردية تتعطي واحد تيتخ انديفيديال، يعني واحد لقب فردي تنقولو شخص باسمه وكنية ديالو. اما بالنسبة لسبور كوليكتيف فتندويو على ليكيب. مهم، هذا ماشي الموضوع ديالنا غير كتوضيح. مهم، بالنسبة لسبور كوليكتيف فيهم دي فامي، بالنسبة لسبور انديفيديال دي فامي. بالنسبة لسبور كوليكتيف نبداو بهم، كاين سبور دو ماركاج دي ماركاج اي سبور دو اونفوا. سبور دو ماركاج دي ماركاج شناهوما؟ لا سماهم ماركاج دي ماركاج. ماركي كيلكا هي ندير رقابة على واحد اللاعب. اذا انا فاش نكون ديفونسور غاش ندير ماركي، اما دي ماركي فاش نكون فريق منافس ديالي هو اللي داير عليا الرقابة، سواء في الفوت سواء في الريغبي سواء في الهوند سواء في الباسكت. ديما تكون فريق لي بارتنير اللي تكونوا معايا، كاين لادفيرسير منافس. فاش يكون لادفيرسير داير عليا الرقابة تيتسمى اش خاصني ندير؟ هرب من الرقابة. اذا خاصني ديماركا، اذا ديماركاش. لا كان المنافس هو اللي عنده كرة اش خاصني ندير عليه الرقابة؟ اذا ندير ليه الماركاج. اذا كما تنشوفوا هنا داكشي اللي سماو ماركاج دي ماركاج. بالنسبه للسبور دو ماركاج دي ماركاج كاين الفوت، ريغبي، هون، باسكت بول. ندوزو للعائله الثانيه هي سبور كوليكتيف دو رونفوا. سبور كوليكتيف دو رونفوا كاين الفولي بحال التنس بحال البادمنتون. سبور كوليكتيف دو رونفوا باش تيتميزو ان كل شخص ولا كل فريق تيكون عنده واحد بارتي دو تيران خاصه به، على عكس لي سبور كوليكتيف من حق اي لاعب سواء بارتنير ولا منافس ادفيرسير يتنقل في اي منطقه بالملعب. هذا هو الاختلاف بين سبور دو ماركاج دي ماركاج و دو رونفوا. علاش سماو دو رونفوا؟ لان مثلا في الفولي بول اش نديرو؟ رونفوايي لا بال، نرجعو لا بال لادفيرسير. التنس كذلك كل لاعب ترجع لا بال تدير لها رونفوا المنافس ديالو. البادمنتون نفس الشيء. مهم، سالينا مع لي سبور كوليكتيف كاين فيهم دو فامي، ماركاج دي ماركاج اي دو رونفوا. ندوزو الان لاتليتيزم اللي هما العاب القوى، فيهم تروا فامي. كاين فامي دو كورس عائلة الجري، فامي دو سو عائلة القفز، فامي دو لونسي عائلة الرمي. بالنسبة لهاد لي فامي غندويو على كل وحدة بوحدة. بالنسبة لي فامي دو كورس هو الجري، كاين الجري الطويل اللي هو كورس اون دوغي، كاين الجري السريع كورس دو فيتاس، كاين كورس دو غولي اللي تكون في هذيك التيموان اللي شي شونجيو اونتر لي ديفيرونت كوغور، وكاين كورس دو اي هو الجري بالحواجز. بالنسبه للعائله الثانيه اللي هي العائله ديال لي سو، كاين سو دو لونغور قفز طويل، سو دو هوتور قفز العلوي، تريبل سو قفز الثلاثي. كاين ثالث فامي اللي هي عائله اللي هي فامي دو لونسي عائله الرامي. كاين لونسي دو بوا هي رمي الكرة الحديدية كما تنشوفو في مختلف التظاهرات. كاين لونسي ديسك تتكون عبارة على واحد ديسك تقول لي تقريبا بحال الطبق. كاين لونسي جافلو
ورامي السام، كاين واحد لونسي اللي مكتوب هنا هو لونسي دو مارتو رامي المطرقه. رامي المطرقه بحال لونسي دو بوا، غير هو تتكون هذيك الكره حديديه مربوطه بواحد لو فيل، واحد القبضه من تيشد لو لونسور اللي هو الرامي. كاين ثالث فاميليا جيمناستيك، حنا اللي تهمنا هي جيمناستيك دو سو. دابا السؤال اللي طرحوه الاغلبيه، واش انا قاعد لي فامي خاصني نعرف ليهم ريغلومون، خاصني نعرف ليهم اناليز تريتمون ديداكتيك؟ الجواب هو لا، وغنعرفوا علاش. انا قررت نشرح لكم هادشي لانه غيساعدكم في الاناليز اي تريتمون ديداكتيك. المهم بالنسبه لاناليز ريغلومون، فكل رياضه عندها ريغلومون خاص بها، دي مفروغ منه، فاهمين؟ اذا الريغلومون خاصني نعرف ديال جميع الرياضات، ولكن اين رياضات خاصني نعرف ليهم الريغلومون؟ هنا غنرجعوا لواحد الحاجه، بالنسبه للامتحان يسولوا اغلبيه في الرياضات الجماعيه، فاهمين؟ اذا الفوت عرف لي الريغلومون، ريغبي، هوند، باسكيت، علاش؟ حيت الريغلومون ديالهم كتير، كذلك الفولي. اما هاد الرياضات فالريغلومون ديالهم قليل. اذا الا بغيت نبدا نحاول نبدا بهادو هاد الخمسه وندوز عاد ندوز لهادو، لانهم كل فامي في هادو الشيء المفرح انهم تيتقاربوا تقريبا في الريغلومون. الريغلومون ديال هذا تقريبا نفس ديال هادو كاملين، كاين اختلاف بسيط، تلقى ريغلومون واحد فاش مختلفين صافي. كذلك بالنسبه للفامي دو سو اللي هي عائله القفز، نفس الشيء، تيكون واحد الاختلاف بسيط في واحد ولا جوج ديال الريغلومون. كذلك بالنسبه للونسي، كاين واحد الاختلاف بسيط في واحد ولا جوج. اذا لا عرفت غير رياضه واحده من كل فامي، تنشوف تندوز رياضه اخرى تلقى راسي عارف، تنزيد غير هذاك الاختلاف اللي تنزيد تحفظ. بالنسبه للجيمناستيك فالقوانين ديالها قليله ماشي بزاف، عندها علاقه بلي فوت صافي، لي فوت شحال نقص. بالنسبه للريغلومون واش خاص يقدم لو جيمناست، هاد الامور كامله. دابا بالنسبه للريغلومون سالينا، قلنا نركزوا على هادو. بالنسبه للاتليتيزم هنا راه في كل فامي تقريبا نفس الريغلومون، كاين واحد الاختلاف بسيط. اذا لا عرفت غير رياضه واحده من كل فامي فالاخرين تيجيوني ساهلين. هنا بالنسبه للجيمناستيك في الريغلومون قليل، كاين واحد 3 ولا 4 ريغلومون اللي يقدروا يسولوك بالنسبه لي فوت، بالنسبه لونشينمون، بالنسبه لامور اخرى. دابا ندوزو لثاني حاجه اللي غيسولوني عليها اللي هي لاناليز دي تريتمون داكتيك. شنو هما الرياضات اللي خاصني نعرف لاناليز اي تريتمون ديداكتيك ديالها بشكل كبير؟ بالنسبه للاخوان لاناليز تريتمون داكتيك خاصنا نعرفوا الاهميه ديالو، لانك لما كنتي تعرف لاناليز تريتمون داكتيك فبارتي الثانيه في الاطار المرجعي ما تقدرش تجاوب عليها. علاش؟ لان كنشوفوا اناليز تريتمون ديداكتيك، اذا كاين واحد الكلمه ديال ديداكتيك عندها علاقه بالبارتي الثانيه. اذا لاناليز تريتمون داكتيك ديال كل الرياضه تعاوننا في البارتي الثانيه ديال لا ديداكتيك اللي فيها البلانيفيكاسيون، جيستيون، ايفالياسيون، لا اس اس، جلوسير، هاد الامور كامله. داكشي علاش بغيت نوريكم شنو هما الرياضات اللي نركزوا عليهم. بالنسبه لاناليز تريتمون داكتيك فماشي كاع هاد الرياضات خاصني نعرف لاناليز تريتمون ديداكتيك، هادي اول حاجه. ثاني حاجه، لاناليز تريتمون داكتيك ديال الرياضات تتشابه بالنسبه لي فامي، كما حنا لا كل فامي كل عائله تلقى عندها واحد العقليه نفس التفكير، اذا كذلك هنا كل عائله من هذه العائله تلقى عندها نفس لوجيك انترن، نفس لي برينسيپ لي غادا بهم، نفس لي ريغل داكسيون. كاين واحد الاختلاف بسيط بين الافراد، ولكن اون غروسو مودو تيكون تقريبا واحد التشابه. المهم بداو شنو هما الرياضات اللي خاصني نركز فيهم بزاف لا اناليز تريتمون داكتيك ديالو. المهم خاصني الهون تكون عارف اناليز تريتمون داكتيك، باسكيت تكون عارف اناليز تريتمون داكتيك، تقريبا كاع الرياضات اللي هنا عندهم نفس لاناليز تريتمون داكتيك ديالهم، اختلاف بسيط تيكون على مستوى اللوجيك انترن، وشي كذلك اختلاف بسيط تيكون في برانسيب ريغل داكسيون ولا كان شي اختلاف بسيط. كذلك هنا فولي خاصني نعرف لاناليز تريتمون داكتيك، قيدوا معايا الهوند، الباسكيت، فولي خاصني نعرف لاناليز تريتمون ديداكتيك ديال. تلخر ونقول لكم علاش بالضبط هاد الرياضات. بالنسبه للاتليتيزم فكاملين، الخبر الزوين هو ان الاناليز تريتمون داكتيك اللي عرفت غير ديال واحد فالاخرين تيكون واحد الاختلاف بسيط. كذلك هنا اللي عرفت غير ديال واحد فالاختلاف تيكون بسيط، كذلك هنا اللي عرفت غير ا بي اس وحده
الاختلاف في الاخرين تيكون بسيط. بالنسبه للجيمناستيك دو سول فاناليز التريتمون الداكتيك ديالها خاصك تعرفو حتى هو. دابا نشرح لكم علاش هاد الرياضات هما اللي خاصني نركز لهم على اناليز التريتمون لي داكتيك ديالهم. انا قايدهم اللي بالنسبه للناس اللي ما قايدهمش هوند باسكت فولي كورس اون ديغي كورس دو فيتيس كورس دو هي كورس دو رولي صوت لونغور تريبل سو هذا لا لونسي دو بوا لونسي صافي غير لونسي دو بوا مهم جدا. علاش ركزت على هاد الرياضات بالنسبه للجيمناستيك جيمناستيك دو سول؟ علاش ركزت هاد الرياضات بالنسبه للسوج اللي حطوا لك في امتحان ولا سيتوياسيون اللي خاصك تصايب لها السيونس والامور كامله في اين رياضه تعطيوك؟ بما اننا حنا اساتذه ديال الاو بي اس ايديكاسيون فيزيك سبورتيف فلي فيش اللي غيعطيونا يكونوا في الرياضات اللي تتمارسوا في اطار المدرسي دون لو كادر سكولير، والرياضات اللي تتمارسوا بشكل كبير دون لو كادر سكولير فهما الهوند الباسكيت فولي كورس الجري الطويل الجري السريع كورس دو غولي كورس دو هاي سو دو لونغور تريبل سو لونسي دو بوا. هادو علاش؟ حيت فيه خطوره سو دو هوتور فاش تكون لا هوتور اذا كاين واحد الريسك اذا ما كاينه سيكوريتي اذا الرياضات اللي ما فيهم سيكوريتي وتحتاجوا ماتيريال كثير تن اليمينيون في السكولير. كذلك الديسك تحتاج واحد المسافه كبيره اللي ما غتكونش في المؤسسه لونسي جافلو تحتاج واحد 60 متر اللي ما تكونش مسافه في مؤسسه خاص واحد التيران خاص به. كذلك لونسي دو مارتو في واحد خطر على السيكوريتي تقدر التلميذ فاش يكون يدور يضرب شي تلميذ اذا السيكوريتي ما كايناش اليمين. اذا الرياضات بالنسبه للناس اللي باقي ما كتبوش لا ركز عليهم بالنسبه لاناليز تريتمون داكتيك اللي خاصني نشدهم مزيان هوند باسكت فولي كورس دو فيتيس كورس اون دوري كورس دو رولي كورس دو هاي سو دو لونغور تريبل سو لونسي دو بوا اي جيمناستيك دو سول. ورا سهل الاخوان هادشي هنا راه قلنا تيتشابو الهوند والباسكت فولي كذلك كورس اون دو غير تيتشابا مع هادو كاين اختلاف بسيط راه قلتو ليكم اللي غتلقاو سو دو لونغور و تريبل سو تقريبا نفس الشيء لونسي دو بوا بوحدو تا هو خاصك راه في الاناليست تريتمون داكتيك و جيمناستيك دو سول كذلك. فوالا اخوان نتمنى تكونوا استفدتوا بهاد الحلقه. الحلقه القادمه ان شاء الله تكون تكمله لهذا الشيء غنشرح لكم شنو هو اناليز تريتمون داكتيك اش خاصني نعرف الرياضات بالنسبه لاناليز تريتمون داكتيك اش خاصني نعرف بالضبط في الاناليز تريتمون داكتيك اناليز تريتمون داكتيك هذاك الشيء كثير غنعطيكم الاشياء اللي تركزوا عليهم واللي غتحتاجوا باش تدوز الامتحان لان الوقت دابا تقريبا باقي شي شهر وشي حاجه خاصني نعرف كيفاش نجري الوقت ديالي ونشد الاشياء المهمه اللي تساعدني ان شاء الله باش ننجح في الامتحان. اشرح لكم شنو هو اناليز تريتمون داكتيك شنو الاشياء اللي خاصني نركز عليها فيديوهات اللي ورا هذاك الفيديو غنبداو الرياضات نديرو لهم اناليز تريتمون داكتيك كل رياضه غندير لها اناليز تريتمون داكتيك فيديوهات قصار اللي غيفيدوكم. داكشي علاش مكنتيش ابوني حاول تابونا وتفعل الجرس باش فين ما نلوح شي فيديو يطلع لك. حاولوا تدعموني بواحد جيم شجعوني على تقديم افضل. المهم هذا ما كان نسى الفيديو كان معكم استاذ مصطفى من قناتكم قناه مصطفى بي اس. حاول تشيك القناه راه فيها دي فيديوهات لا يعاونوك تقريبا 100 فيديو خاصه كامله باستعداد لمباراه التعليم. وما نطولش لكم الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تشاو.